شاركت مملكة البحرين في المؤتمر 17 للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، والذي عقد بجمهورية مصر العربية الشقيقة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك تحت شعار الذكاء الاصطناعي والتعليم، التحديات والرهانات، حيث ترأس وفد المملكة سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي. شاركت مملكة البحرين بفعالية في المؤتمر 17 للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة. وأوصى المؤتمر بالعمل على وضع سياسات عامة وخطط تنفيذية لتعزيز توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث العلمي في قضايا ومجالات وتحديات عربية مشتركة مثل اللغة والثقافة والبيئة والكوارث، وتأمين ما يتطلبه ذلك من التنسيق المحلي بين الجهات المعنية داخليا وخارجيا. المؤتمر الذي ترأس وفد مملكة البحرين إليه سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي، أوصى بإدخال الذكاء الاصطناعي في مناهج التعليم ابتداء من المراحل الأساسية وبشكل يتناسب مع كل مرحلة من مراحل التعليم. هذا المؤتمر ناقش موضوعا مهما على الساحة العلمية والتدريبية، وهو الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالتعليم. قدمت أوراق متنوعة من قبل خبراء، تم مناقشتها مناقشة واضحة وعلمية، والتوصل ولله الحمد إلى توصيات سوف تسهم بإذن الله تعالى في تعزيز استخدام هذه المنظومة في التعليم وفي التدريب. ووزارة التربية والتعليم انطلاقا من الكلمة الملكية السامية لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والتي تفضل بها جلالته في افتتاح المجلس الوطني، والتي اشتملت على ضرورة الاهتمام بالاقتصاد المعرفي والابتكار والإبداع والذكاء الاصطناعي. قامت الوزارة على الفور بتطوير مناهجها واستحداث أيضا مناهج جديدة للمرحلة الإعدادية والثانوية تهتم بهذا الجانب اهتماما كبيرا، كما تم التطرق أيضا إلى مناهج الخاصة بالتعليم الفني والمهني واستحداث كثير من الأنشطة والبرامج. سوف تستمر وزارة التربية والتعليم بالاهتمام بتطوير مناهجها ومتابعة كل ما هو جديد لتستمر مسيرتها الرائدة في العهد الزاهر لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. أقامت مملكة البحرين مشكورة عرضا متميزا حول مراحل التعليم النظامي في المملكة، وحقيقة هذا المعرض كان إنتاجا متميزا باعتباره أعطى صورة واضحة عن المراحل التي مرت بها المدرسة في مملكة البحرين. لذا ونشيد في هذا المنبر بما أنجزته مملكة البحرين في منظومتها التعليمية، وهي خطوة يجب أن تحظوها كل الدول العربية باعتبار أن التعليم هو المستقبل والاهتمام بالتعليم هو المستقبل. لذا المعرض اليوم الذي أقامته مملكة البحرين كان معرضا أعطى صورة واضحة عن مختلف المراحل التجريبية التي مرت بها مملكة البحرين. هذا ليس غريب على مملكة البحرين، حيث كانت في المقدمة بين دول الخليج العربي في موضوع التعليم وخصوصا والتنمية البشرية بشكل عام، وأيضا كان كثير من الطلبة الإماراتيين يتوافدون على مملكة البحرين للدراسات التعليم الأساسي والتعليم العالي، وهم اللي رفضوا أيضا الموارد البشرية في دولة الإمارات في بداية الاتحاد. نتمنى مئوية ثانية لمملكة البحرين في مجال التعليم، وإن شاء الله يكون التعاون دائم بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة. سعدت جدا في هذا الجناح نتعرف على تطور التعليم داخل المملكة، إزاي بدأت ببعثتها للخارج وطورت من النظام، من التعليم النظامي لها، وبدأت إن هي دخلت التقنيات من الثمانيات. كمان مهمة قوي اهتمامها الرائع بذوي الاحتياجات الخاصة بإنشاء
المدارس والاهتمام بالمدارس الدامجة التربية الخاصة، وكمان اهتمامها الكبير بالتربية الإعلامية وغرس القيم وأهمية المواطنة العالمية وحقوق الإنسان. أنا سعيدة جدا جدا أن كان لي الشرف بزيارة هذا الجناح على هامش هذا المؤتمر، وسعيدة أكتر بأن بزيادة التعاون مع مملكة البحرين متمثلة في وزارة التربية والتعليم بقيادة معالي الوزير في زيادة التبادل الطلابي والاستفادة من الخبرات وتبادل الخبرات بين الدولتين. وزارة التربية والتعليم شاركت في المعرض الذي أقيم بهذه المناسبة، حيث عرضت أهم الإنجازات التي حققتها المملكة في مسيرتها التعليمية بمناسبة مرور 100 عام من التعليم النظامي الحكومي، وأهم المحطات المهمة التي شهدتها هذه الفترة من تطورات عديدة ومشاريع متقدمة والإنجازات والبرامج التطويرية في العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى التي أسهمت وبشكل كبير في المسيرة التنموية التي تعيشها مملكة البحرين.